طيب عايز اسال حضرتك سؤال متعلق بالاستثمار، بس هروح نروح سريعا على المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس ونبص عليها من فوق قوي. تمام. ايه الاهداف الاستراتيجيه للدوله من المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس؟ الدوله عايزه المحصله النهائيه تبقى ايه في مجموعه المناطق الصناعيه والمواني والمطارات اللي حوالين قناه السويس؟ عايزين نوصل لايه؟ بص، عايزين نوصل لعدة حاجات، على رأسها عاوزين نوصل إلى إن احنا نرفع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يأتي إلى مصر. دي مسألة أساس. السنة دي الحقيقة سنة غير مسبوقة. أول مرة احنا طبعًا الموارد الدولارية بتاعتنا بتيجي من التصدير، بتيجي من تحويلات المصريين من الخارج، بتيجي من السياحة، بتيجي من الاستثمار الأجنبي المباشر، بتيجي من قناة السويس. دول الخمسة. وهما بالترتيب اللي أنا ذكرته، يعني أعلاهم الاستثمار وأقلهم قناة السويس. لأول مرة الحقيقة الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي في بدل ما كان طول عمره بيأتي في المرحلة الرابعة، أتى في المرحلة الثانية بسبب صفقة رأس الحكم. الحكم كان فيها أرقام كبيرة. إنما لو إحنا عايزين ندرس الموضوع بهدوء يجب أن نستبعد صفقة رأس الحكمة، لأنها مرة واحدة مش هو فيهاش الاستثمارية. وأيضا نستبعد الاستثمار الأجنبي المباشر، دايما لما بنطلع الرقم بنطلعه على رقمين، قطاع البترول والغاز والقطاعات الأخرى، لأنه قطاع البترول والغاز قطاع جاذب، يعني لو أنا بسدد للشركات بانتظام الشركات هتبقى مستعدة تيجي تستكشف وتطلع البترول وهو أعلى رقم لقطاع البترول في الـ FDI أو في الاستثمار الأجنبي المباشر. فانا عايز ارفع الاستثمار الاجنبي المباشر، ادي اول هدف. طيب تاني هدف بالنسبه لي ان انا عايز يعني بشكل ما ازود نسب التشغيل في مصر. احنا دوله هيكلنا الديموغرافي دوله شابه، محتاجين نولد فرص عمل. الاستثمار الاجنبي المباشر بيلعب دور مهم، لكن لازم وانا بتكلم فيه يعني جزء من اهدافنا واحنا بنتكلم في المنطقه الاقتصاديه ان احنا نستقطب نوعين من الاستثمار. استثمار يرفع الرقم، يعني لو انا بتكلم على مجمع بتروكيماويات ده هيبقى بستة سبعة مليار دولار، حاجة كويسة جدا ان انا استقطبه يأتي الى مصر ويبقى عندي نفتة كراكر بكسر نفتة وبطلع منها حاجات كتيرة وما الى. بس المجمع ده وانت ادرى لانك مهندس كيميائي بالكتير هيشغل 300 واحد، لانه هيكون بالكامل مميكن. انا مش هتحمل ان يبقى عندي نترات ولا مش عارف ايه محطوطه في خزان يفرقع بتاع فبقيس الضغط والحراره يعني تمام. لكن على النقيض من هذا، لو استقطبت مصنع لاحذيه رياضيه ده هيبقى بدل 6 7 مليار دولار هيبقى 6 7 مليون دولار، يعني فرق بينهم 1000. بس بدل ما هيعين 300 هيعين 3000. فكان في هدف تاني ان احنا نكون مركز لزيادة نسب التشغيل. الهدف الثالث الحقيقة كان انه مصر محتاجة انها تضع نفسها على خريطة الخدمات اللوجستية، لان ما ينفعش يبقى عندك هذا الممر المائي اللي بيمر عليه نسب عالية جدا من التجارة الدولية، وبعدين في الاخر خالص انت ما بتاخدش غير رسوم العبور. فعندك خدمات لوجستية كثيرة تستطيع أن تقدمها، عندك خدمات تموين سفن عددها 22 أو 23 خدمة لو يعني تحضرني الذاكرة، مش مجرد تموين سفن، بتكلم على نظافة وبتكلم على كرو تشينجينج وبتكلم على أطعمة. ما ينفعش مثلا أن الشارقة تكون أعلى من مصر في هذا في هذا في هذا المجال. ده السفن معدية في المحيط الهندي بتطلع بره المسار تروح الشرقة تعمل الشغلانة وبعدين تنزل وتيجي تعدي من عندك، لكن انت هنا في المسار وانا في المسار. فانا لو قدمت الخدمات دي بالشكل الجيد هكون جاذب. التجربة السابقة عشان بس ادي حضرتك، زي ما حضرتك قلت كده انت عايز نظرة عامة. التجربة السابقة عندما انشأت هذه المنطقة في 2002 كانت بمعزل عن الميناء، فكانت منطقة مغلقة فما قدرتش تنمو بالقدر الكافي. فلما صدر بقى القرار الجديد بالشكل الجديد بالاستقلالية، والاستقلالية دي كانت مهمة جدا في القانون طبعا بتاعها، لانه بتديك حرية في الحركة بقى. انا ما عنتش مكبل بالاجراءات الخاصة بهيئة الاستثمار، انا ما عنتش مكبل باجراءات الاستيراد اللي بتصدرها وزارة التجارة، لانه القرار بيقول يكون لمجلس ادارة الهيئة كافة الاختصاصات
المخولة للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيره، باستثناء طبعا الدفاع والداخلية والعدل. طبعا تبتدي حضرتك سلطة بتديني 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 حركة. مرونة في الحركة. فتعلمنا حاجة في الفترة من 2002 ل 2015 انه المناطق الاقتصادية المغلقة ما بتدي، فابتدى نقول ايه، ان كل منطقة من دول محتاجة ميناء يبقى لها منفذ، قوم انا بقى حرية الحركة والاستقلالية اللي انت مديها لي دي تبقى فعلا حقيقية، اللي بيستورد اقدر ادخله واللي بيصدر اقدر اطلعه. فكان مفيد جدا انه بالنسبة للمنطقة الجنوبية اللي هي العين السخنة ان يكون معها ميناء السخنة، وبالنسبة للمنطقة الشمالية اللي في شرق بورسعيد في الجانب من سيناء يكون معاها ميناء شرق بورسعيد. طبعا أضيفت مواني أخرى، لكن دول المينائين اللي هم مهمين. فبقى عندي كيان قادر فعلا على أنه يتحرك ويستقطب. وفي مطارات يا دكتور أحمد مش كده؟ في لا، المطارات قريبة ولكن ليست داخل المنطقة. يعني لا تتبع المنطقة، مش زي المواني. مش زي المواني، لكن هتخدم عليها لانها قريبه. مظبوط. وبالتالي لما نلخص اللي حضرتك قلته، زياره الاستثمار الاجنبي المباشر، معدلات التشغيل، اقامه خدمات لوجستيه لقناه السويس، دول الثلاث اهداف الاستراتيجيه. مظبوط. من المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس.